ومن ساعتها وهو بيقضي حكم مشدد 25 سنة مع الرب. دنيا يا أستاذ هاني، أنا لسه هحكي لك إيه متقدم؟ إيه المضحك في كده؟ معقولة ما جابتش معاك خالص؟ حلاوة ولاد، أنت عارف أنا بحلق فين؟ فين؟ أنا بحلق في لبنان. عارف يعني إيه لبنان؟ أنت عمر ما حلقت عند واحدة لبنانية في صالون لبناني؟ أنا على طول بحلق في لبنان. أنا حتى القصة اللي عاملها دي عاملها في لبنان. آه بابا باين. آه خد ده. أنا سايب منك مش مقصود ده؟ طبعًا. أنا بطبيعة حياتي كدكتور لك. راح مقدم على طول، وكانت المفاجأة إنه اتقبل. أوه